الآن أنا عن بحاول بحاول ألاقي المجرم اسمه اسمه أبو أصفراني. وسوف ألاقيهم بسهولة لأنني أذكى محقق في العالم، واسمي هو محمد أبو منسف. أخرج يا زلمة، أنت أغبى محقق في العالم. يا زلمة هلا عند أبو أصفراني. هل أنت مس أبو أصفراني؟ نعم. من الذي يحكي؟ نشكرك زي الإيمو. نعم. ليش شكلك زي الإيمو يا ابن الحلال؟ شكلي مو زي الإيمو. لا 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 لا، شكلك زي الإيمو بالضبط. يا زلمة أنت خروف أسود. أوكي ماشي يا باشا، بس الآن مو شكلي زي الإيمو الإيموات هداك. بس خلاص، إذا شفت الإشي. أيوة يا باشا، هاي الذهب. نعم، ذهب من قرن العصرية، من يعرف. أنا جبت هذا الذهب من المتحف. إحنا حنصير ملياردير يا باشا. بالله يمكن. يا سلام، بس لازم ننتبه من المحقق هذاك الغبي. ايش اسمه؟ ايش اسمه كمان؟ يمكن اسمه محمد ابو منسف. مين يسمي حاله باسم اكل؟ والله انا ماني عارف يا باشا، انت شوف. ماشي خلاص، حل عني. تمام يا باشا، خليني بس احط. ايوه، هلا انا شكلي صاير اني انا متجوز لولا حدا. الحياة صعبة كتير. بالله انا لازم ادخن. هلا نرجع لابو منصف. عفوا، هل انت ابو منسف؟ اهلا وسهلا، تفضل تفضل. احكي لي شو صار معك. والله يا محقق، هم الخونة هدول، هم ابو صفراني والخروف المصري، هدول سرقوا ذهب جوستي، وكمان ايش في كمان نسيت. شو قصدك نسيت؟ اهلا تذكرت، وكمان المصاري وشوي من الملابس بس وبس. اوكي فهم، خليني بس اكتب لي. اوكي هلا احكي لي ليه، كيف صار هيك يعني؟ والله طلع انه هو دخل على البيت، وسرق كل اشي، وكمان سرق ايش سرق
الزلمة انت معاك دمنشا ولا شو؟ اسفين يا زلمة، بس استنى على خليني اتذكر، والله خليني اتذكر، خليني اتذكر. ماشي ماشي، اهدى اهدى يا محلات. واسترق وسرق الاكس بوكس تبعي والتليفون تبعي والتابلت تبعي. اوكي فاهم. هلا انت تعرف وين المكان ولا لا؟ والله ما نعرف وين راح. اوكي هلا انا فاهم. هلا ما تقلق، انا راح احاول الاقي الاشياء تبعونك وجورج ستاك لذا. ما تقلق، كل اشي عند السيطرة. شكرا يا ابن نصف، والله شكرا، والله والله شكرا من على انك انت تعمل هذا الانفستيجيشن. ما تقلق، الانفستيجيشن راح يكون سهل، ما تقلق. شكرا شكرا شكرا، مع السلامة. هلا نرجع لابو اصفراني والخروف المصري. يا ابو ما اصفراني يا ابو اصفراني اخ وال... يا ولا شو شو ابو شاكوش هو قال انه ابو منصف رح يلاقينا ويكبت علينا. نعم ايوه ايوه رح يكبت علينا السلامة الغبي. اوكي ماشي، وين نروح؟ وين نروح؟ وين نروح؟ وين نخبى؟ والله ماني عارف. شو قصدك انت مو عارف؟ شو قصدك انت مو عارف؟ يعني انا ماني عارف وين احنا راح نروح نخبي يا ابن الحلال؟ شو قصدك؟ شو قصدك؟ اسمع خلينا نركض ونقول انه احنا لعبنا، احنا شبنا قهوة اخبراني اخبراني، احنا عم نشرب قهوة الجزيرة. اسمع رح نقول انه احنا كنا شايبين قهوة اخبراني وفما وكنا نلعب شطرنج فما رحنا. ماشي ماشي يلا. لما المحقق إجا في المكان، هلا وينهم هدول؟ طبعا والله أن بني رائعين. أنت كاينين هون؟ نقط أيوة يا ابن الحلال. تعالوا ايه
تعالوا معي تعالوا لا اوكي هلا احكي لي اقرا الاسئله اعطوني هدول هذا يفهم الخط هلا السؤال الاول يا حبيب شو العلاقة بينك ومستر بنفسجي؟ والله يا باشا هذا هو جوج أختي إذا ما معك جوجي ابن الحلال جاري مستر بنفسجي جاري أوكي ماشي وين أنت كنت في الساعة اللي مرت فيها السرقة؟ والله يا باشا اسمع انا وابو اصفراني احنا كنا نشرب قهوه ونلعب الشطرنج كمان قهوه اخبراني قهوه الجزيره عفوا ولا اشي بس هذا اللي احنا كنا عمل اوكي وين انت رحت بعديها يا سيد والله يا باشا والله مني احنا رحنا على الايفل تاور الايفل تاور هم بالاردن كيف وين الايفل تاور قصدي على البتراء على البتراء البتراء والله لقطتك يا اوكي هلا مس يا ابو اصفران احكي لي وين كنت بالساعه السرقه والله انا كنت عند كافيه اشرب قهوه مع الخروف المصري و قهوه اخبراني وكنا نلعب الشطرنج بالله اوكي ماشي وإيش علاقتك مع مستر بنفسجي؟ علاقتي معه إنه هو إحنا كنا أصحاب بكل سنين وإيش كمان؟ وكمان إحنا صحبة يعني من زمان كتير من زمان كتير أوكي ماشي شفت اشي غريب عند الحارة وانت كنت تلعب شطرنج مع الخروف المصري يمكن بس مو كثير اوكي هلا انت متأكد انك انت ما عملت السرقة انا ما عملت السرقة قول والله كذاب وين هم ها وين المكان اللي انت سرقت فيه وين هم ماشي. ماشي. هلا.
روح العن. لا يا ابو خروف، هلا ابو اصفراني اعترف انه انتو سرقتوا الذهب مع بعض، هذا صح؟ والله يا باشا هو اقترض علي وعامل شيكات علي وراح يعطيني مصاري اذا انا تعاونت معاه. هلا الحكي الصحيح انه انت والاصفراني حطيت الذهب عند القاهرة؟ والله لا يا باشا، انا عايش على القاهرة وانا بعرف انه هو مع، واحنا ما حطيناه هناك، احنا دفناه عند وادي رام. والله بالله بالله والله والله هالمرة والله احنا من احنا دفناه. اوكي ماشي. هلا اذا انت دلتني على المكان وانت دفنته بوادي رام، انت بالاصفراني، هو المكان من جد؟ والله من جد يا باشا، والله من جد. اوكي الدنيا مكان عشان اترككم الاثنين، من جد يا باشا، من جد من جد. شكرا يا باشا، شكرا شكرا. العفو العفو. الان في وادي رام. يلا 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 اخ يا زلمة، يلا 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 يلا. اوكي وين المكان؟ هون يا باشا. لا هون هو هون هون. لا هون يا باشا، هون. لا هون هناك يا باشا. شو قصدك هون؟ لا من هون. شو من هون؟ لا من هون. يا ابن الحلال، وين مكان؟ وين من هون يا باشا، من هون. وين من جد؟ ما تمزح معي. وين هون من جد؟ هون. ماشي. وخيمة. خليني بس شوي. اها. ذهب حقيقي. ذهب حبيبي. شو قصدك ذهب حبيبي؟ اسفين يا باشا، ذهب حقيقي. اوكي ماشي. اوكي خليني اخذ الاشياء الثانية. الخروف وابو اصفراني اعترفوا انهم سرقوا الذهب وكل اشياء اكتبونك هناك، وهم دفنوه في وادي رام. اوكي بس احنا رجعنا، اذا ما تقلق. والله شكرا يا سيد، شكرا على واجب، شكرا يا محقق. ما العفو. والله بدي اكون احسن العربي تبعتي. مرة ثانية والله ما تخلي حدا يسرق الشغلاتك مرة ثانية عشان والله تعب. اوكي ماشي ماشي. والله تعب. اوكي ماشي يا سيد، ماشي. اوكي انا فاهم. اوكي هاي اتفضل الذهب تبعك و خذ.
و اوكي ورجع كل اشي مكان اوكي واسمع اسمع شوي اسمع شوي. هذا الذهب من المتحف اوكي اللي ده رجعه عند المتحف ماشي فاهمين فاهمين يا باش فاهمين اوكي منيح. هلا شكرا مع السلامة. هلا تقدر تروح. شكرا شكرا يا سيد شكرا. احنا صرنا اصحاب يا باشا. لا احنا ما صرنا اصحاب. انا شايف بس انتو لازم توقعوا انتو لازم اتوقعوا هدول علامكم ايش بتعلكم باي عادي. هلا اوقع اتوقعوا اوكي. هذا لاكد ممكن ما تسرقوا كمان مرة. شايفين؟ شايفين شايفين شايفين. اوكي منيح. ثم بعديها انتو لازم تعطوا ثم انتو لازم تكتبوا هاي عشان ما عشان اذا انتو عملتوها مرة تانية انتو راح راح انتو راح تكونوا بالسجن. منيح منيح وفما انتو لازم توقعوا هاي عشان تعطوني 100 دينار من دون سبب. طيب استنى ليه 100 دينار من دون سبب؟ احرص واعطيني ال 100 دينار ماشي. اوكي خليني اتاكد بالله. Mm-hmm.
هاي الورقات ولازم تعطوني هالمية اللي من دون سبب. هلا كيف انا رح نعطيك المية يا باشا؟ انه ما معنا مصاري. انتو ما معكم مصاري ها؟ انتو ما معكم مصاري ها؟ انتو ما معكم مصاري ها؟ مصاري ها؟ وين المصاري ها؟ وين المصاري اختفت؟ وين المصاري اختفت؟ انتو بدكم تكونوا بالسجن؟ انتو بدكم تكونوا بالسجن؟ وين المصاري ها؟ وين المصاري يا ابن الحلال؟ وين؟ خلاص يا باسا هاي المية دنانير. شكرا. هل انت صعب اللقاء؟ انتو اثنين اطلعوا برا. وراء كل جريمة سر آخر، ننتظر الكشف عنه. انتظروني إلى اللقاء في القصة القادمة. أنا المحقق أحمد أبو منصف، أذكى محقق في العالم. أنت ساكتك أغبى محقق في العالم يا ابن الحلال. من الحلال. رح نعمل ايه هو صفراني يا باشا؟ والله من يعرف يا زلمة، والله من يعرف. بس احنا رح نشوف. ماشي تعال نضل هون عشان الفيديو يوصل نص. طيب ماشي، خلينا نستنى شوي. اوكي منيح. وصل النص. لا لا أنا رح أدبر الوقت الكامل. أوكي ماشي، خلينا نرجع. يلا فينا.